الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا سلم علي شخص هل يجب علي إسماعه الرد أم يكفي أن أرد بصوت منخفض ربما لا يسمعه؟ وكذلك إذا أرسل لي رسالة عن طريق مواقع التواصل فيها سلام، فهل يجب أن أرد السلام كتابة أم يكفي أن أقوله في نفسي ولا أكتبه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن صفة العبادة توقيفية، وأن من كمال متابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم متابعته في صفة التعبد. ومن المعلوم أن رد السلام عبادة نمتثل بها أمر الله عز وجل في قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم عليك أحد فإن الواجب عليك أن ترد عليه سلامه، وهذا الرد صفته الجهرية وليس السرية. فالذي شرع لنا الصلاة والزكاة والحج هو الذي شرع لنا وبين أن صفة الرد تكون جهرا لا سرا. فهل أنت تجيز للإمام في صلاة المغرب أن يقرأ الفاتحة سرا في الركعات الأولى؟ الجواب: لا، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مشروعة على وجه الجهر للمخافتة، وكذلك رد السلام مشروع على وجه الجهر للمخافتة. فإذا سلم عليك أحد وليس بينك وبينه ما يقتضي هجره شرعا، فإن الواجب عليك أن تسمعه هذا السلام. فإذا رددت السلام فيما بينك وبين نفسك فلا تعتبر قائما بهذه العبادة على صفتها المشروعة، إلا إذا كان هذا الرجل الذي سلم عليك يجب هجره شرعا، فحينئذ لك أن تهجره بعدم إسماعه لرد السلام، لكن تحرك شفتيك بالرد فيما بينك وبين نفسك في هذه الحالة فقط. وأما من لا يجب هجره شرعا فالواجب علينا في حال سلامه علينا أن نرد عليه ونسمعه، هكذا صفة العبادة في هذا الموضع. ولما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار ثم تيمم فرد عليه السلام. فلو كان رد السلام فيما بين الإنسان وبين نفسه مشروعا لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك شفتيه بالرد، ولم يتكلف أن يتيمم ثم يرد على هذا الرجل سلامه. فإذا لا بد من إسماع المسلم أرد سلامه حتى تبرأ ذمتك من هذا الواجب على الصفة المشروعة، والله أعلم. هذه مسألة. وأما المسألة الثانية فيما لو أن إنساناً سلم عليك بالكتابة فإن الرد يكون من جنسها، إنما هي بالكتابة، لأن المقصود من الجهر بالرد هو إسماع المسلم سلامه. وإذا كان غير موجود فلا داعي لأن تجهر برد السلام، لأنه لا حكمة شرعية تجنى من هذا الجهر حينئذ. وبناء عليه فيكون رد السلام جهرا لمن يمكنه منك أن يسمع الجهر. وأما من أرسل لك وهو بعيد عنك السلام في كتابة فإنك لو جهرت برد السلام عليه فلا حكمة مقصودة من هذا الجهر، وإنما ترد عليه سلامه بالكتابة. فالسلام القولي يرد بالقول، والسلام بالكتابة يرد بالكتابة، وهكذا يفهم الجواب إن شاء الله، والله أعلم.